انه اندرو الاتشميتر راجناروك بيعمل له انستوبابل ويكون يميون لكاع السي سي جميع السي سي اوكي يصير عليه. فهذا بدو البارون على فكره يا البارون يبدا من طرف فريق انجاكس حيحاول يشوف اللي فيها ستيف مباشره في الجيت من طرف فريق انجاكس يبحث عن الكيل يبحث عن البيك يبحث عن الايقاف على الكيل شوف بده ياخذ الاول عنده الهيلينج الكافي لا وان فور لحد الان الاجابه موجوده من جهه اخرى على ووفو 1 اتش بي سلايدر بالالتيميت وسط اربعه ياخذ الاول والثاني مستحيل دبل كيل يخليها فار بيشوف الخريطه مره نفط تصميم يعمل الغلط من جهه اخرى ووفو ممكن يكون في خطر يحاول انه يصمد شيئا ما درينز من طرف النوتلس نوك باك من كيو رقم ثلاثه شوف مكان سلوك مش جميله زيت الفلاك مش موجوده من طرف الستار الفلاش نوك اوف في احلام شوايب من طرف الرامبل هل هذا ممكن انت سمعت طرف الرزير انجي اكس رامي ياخذ الكيل امامك ناتلي هم الاي دي سي صعب الظروف على فريق تويستد مايند والاول يسقط والثاني يسقط والثالث يسقط صعب الظروف كان الفايت مهم للغايه كان الفايت ملعوب بطريقه جميله للغايه ولكن هذا كان غير كافي وفو والاخير اللي غيموت هنا يخلوا سيلف ميد ديالو يسرى كلاونزي في الفلاك ممكن ينجيج من طرف سيلف ميد على بده ممكن يكون في خطر التيمات من طرف السجواني ميميك يسقط حول الامام عنده فيردن ستروم قدام غير كافي اللي خط البوت من جهه اخرى التيمات من طرف الزير الشت داون على ميميك موجود سلايدر هو الاخوه ام جي غيموت دراب الكال ماخوذه من طرف سلايدر ممكن ياخذ الرابع على ووفو نعم غيكون موجود بودا هو اللي ياخذ الكال كوادراك الرباعيه خلاص انتهت المباراه غالبا فريق انجي اكس بالايس فريق انجي اكس بالخطر